بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الإخوان الكرام، اليوم سوف نتعرف بإذن الله تعالى برمجة سريعة لهذا الترموستات للشركة لالتك رقم ZL6213A. البرمجة تخص فقاسة بدون دخول في تفاصيل لكي تكون هناك برمجة سريعة إن شاء الله تعالى. للدخول إلى هذه البرمجة نضغط على الزر بي حتى تخرج لنا الاف 11، وهي مكان نضغط على بي قلنا حتى يظهر معنا هذا اف 11. ندخل إليه بالأس. هذه هي الحرارة المطلوبة، نبرمجها على 37.7. نخرج بالأس ثم نصعد بهذا الزر الأعلى إلى F12. F12 أيها الإخوان نجعل هنا 0.3 أو 0.4، ثم نخرج هكذا. في الاف 21 ندخل نجعلها في الاصفار، نخرج نذهب الى اف 29 ندخل نجعلها في الاش اي اش او، ثم نخرج بالاس نذهب الى ال 11. ال 11 ايها الاخوان نجعل فيها 37.9، وهو المكان الذي تشتغل فيه مروحة تفريغ الحرارة الزائدة. ثم نخرج بالأس ثم نذهب إلى الزر الأعلى في ال 12 أيها الإخوان، ندخل نضع 0.3 أو أقل. إذا تجاوزت الحرارة ما هو موجود في ال 11 سوف تشتغل مروحة تفريغ الحرارة الزائدة. ال 21 أيها الإخوان نجعلها في الأصفار، ثم نخرج وندخل إلى ال 29 نجعلها في السي أو، وهي الكولينج التبريد، هذا ما يخص بالمروحة التفريغ الحرارة الزائدة. ثم نذهب بالزر الأعلى إلى في 13، ندخل إليها نجعلها على 60، أو نضعها كما هي عليه في 60، وهي أعلى حرارة، هذا لا نغير فيه شيء. حتى كذلك في الـ 14 لا نغير فيه، كذلك في الـ V أو الـ 20 لا نغير، نجعل الأصفار. الـ V 30 أيها الإخوان وهو مكان هنا لا نغير شيء، هنا الباسورد لا نغير كذلك. ثم نخرج بالبي. بهذا قد برمجنا هذه الترموستات للفقاسة خاصة ببيض الدجاج. إذا كنا نريد أن نغير في الحرارة الخاصة بالفقاسة، نضغط فقط على الزر S، نغير هنا الحرارة كما نشاء، ثم نخرج بالS. لكن انظروا معي، إذا ضغطنا على الS وبرمجنا الحرارة المطلوبة وأردنا أن نبرمج حتى كذلك على المروحة التفريغ الحرارة الزائدة في أي وقت تشتغل، نجعلها على 37.8، وبهذا تمت برمجة هذا الترموستات. نسأل الله عز وجل أن يكون الأمر شرح واضح لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.